مرحبا، أنا اسمي فؤاد اليماني، رسام تشكيلي. تعلمت الرسم في معهد الفنانين اسمه معهد المنتدى الفنان الصغار، لما كان عمري 15 سنة تقريبا. سعيد بإني برسم وإني بعمل أشياء جديدة، بإنه بضيف للبلد إشي، يعني إنه بعمل إشي اللي أنا بدي إياه واللي مبسوط فيه، خلص أنا هيك تمام. يعني مش يعني بالنسبة لي خلص، إذا الأشياء الأساسية موفرة فأنا سعيد. بحس إن الفن مش لازم يكون نخبوي، ومش لازم يكون لفئة معينة من الناس، بالعكس لازم يكون لكل الناس. في مجتمعنا الفلسطيني إحنا بحاجة إنه نشوف فن في الشوارع، بحاجة إنه نشوف فن في كل مكان. فقررت إنه أنا بالنسبة لي الفن اللي بعمله مش راح أعمل فن وأروح أحطه في المعارض، راح أعمل فن وأحطه في الشارع، لأنه بالنسبة لي الناس اللي في الشارع بتكون ماشية هم هدول اللي بيهموني إنه يشوفوا الفن. فلهيك قررت أرسم مش بس في رام الله، قررت أرسم في الأماكن اللي هي كمان بعيدة عن مركز المدينة، الأماكن اللي بتتعرض لانتهاكات وبتتعرض لاعتداءات من قبل الاحتلال، الأماكن اللي هي بعيدة والناس اللي فيها عن جد بحاجة إنهم يشوفوا فن. فهيك لهذا السبب قررت إني أعمل جداريات في الشوارع. يعني كمان في مشكلة كتير كبيرة بصراحة بتواجه الفنانين، إنه ما في مساحات، ما في مساحات تحتويهم. أنا كمان الناس يعني بصراحة اللي محظوظين إنه لقيت مساحة واللي دعمني فيها البيت الدنماركي، فأنا بوجه له كل الشكر. إذا تطور الفن فكتير أشياء تتطور، وهذا الإشارة مر التاريخ معروف إنه الفن إذا تطور البلد كلها بتتطور.